طب تعالوا النهارده نعمل طاجن شعريه بلاش لسان عصفور مع الفريك. ما قدرنا فريك وشعريه وكبد واوانس، وعندي زيت او سمنه، بصل، ثوم، كرات، زعتر، بصل اخضر، كركم، قرفه، قرنفل، كمون، مكعب مرق، حبهان، بهارات، ملح وفلفل، مع لوز محمر. عندي كده اول حاجه بحط انا البصل عشان الحله سخنه، بعد البصل السمنه عشان ما تاكسدش مني، وده الثوم. كده ببهر انا دايما، بحط البهارات بتاعتي عشان خاطر تتحمر مع السمنه. كل التوابل بتاعتي اهي، ما تصلي على النبي اهو. حلو الكلام ده يا باشا؟ قال لي حلو ومش وحش. انا هخلي القطع بقطعتها عشان ما تتريش مني. ده كله هنعمله في طاجن. ادي الكرات كده هنا. طيب انا حاطط طاجن في الفرن، شوفوا بقى كده هنعمل ايه. طبعا الفريك عندي مسويه سلقه ثلاث ارباع سوا، ثلاث ارباع سوا. عندي كده بدأت تغلي، انزل بالشرعية كده. عندي طاجن مولع في الفرن كده، مولع نار اهو، بنزل بالفريك الاول من ثلاث ايام، من ثلاث ايام. وادي بقى يا سيدي الخلطة اهي. كده انا جاي بقى بالشرعية بتاعتي اهي، يبقى راق وراق.